متتبعي قناة الفاسبرس، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج كازيتي. في هذه الحلقة غادي نناقشوا حصيلة مجلس مدينة الدار البيضاء. كما تلاحظوا بأن الآن دات واحد العام تقريبا على انتخاب تاع مجلس مدينة الدار البيضاء والمكتب المسير لهذا المجلس هذا. أش هي الحصيلة ديالو؟ شنو هي الأشياء اللي توافق في هذا المجلس؟ وأش هي الأشياء اللي ما قدرش يحركها مجلس مدينة الدار البيضاء؟ من أجل مناقشة هذه القضية ديالنا نستضيفوا السي عزيز مؤمن، منتخب سابق في مدينة الدار البيضاء، وأيضا الآن هو منسق حزب الحركة الشعبية بعمالة مقاطعة بن مسيف مدينة الدار البيضاء. سي عزيز مؤمن، مرحبا بك. مرحبا استاذ بوستا، وشكرا على الاستضافه. سي عزيز مؤمن، هذه عام تقريبا على الانتخابات الجماعيه وعلى تشكيل مكتب مسير لمجلس مدينه الدار البيضاء، كيفاش انت في بدايه كيفاش تشوف الحصيله ديال هذا المجلس خلال هذه السنه هذه؟ اول بسم الله الرحمن الرحيم، اول بدايه غنشكر القناه ديال الانفاس اللي تستضيفني وتدي المواضيع ديال الساعه. واليوم الحمد لله سنه على التمرير ديال على بالنسبه سنه ديال مجلس مدينه الدار البيضاء. ولا غنكون متشائم في اكثريه في الاجوبه ديالي بحكم بان الحصيله اقولها واكررها بان حصيله صفر ديال المجلس، ولا كانت البدايات بعد المشاريع اللي تبناوها هما كمجلس كاغلبيه كهذا بانه كان نفايات مطرح النفايات بانه كان مشروع هذا مشروع من ديال 2009 ل 2015 واجتهدوا في المجلس ديال 2021 والحمد لله تنفذ في بدايه ديال هذه الولايه. ولكن اللي تيشوف الدار البيضاء ويشوف المشاريع المتعطره وتيشوف الحاله ديال الدار البيضاء ولو الناس لما لقاوش ذاك البلايك في الدار البيضاء في الزناقي ما تيقول لك الدار البيضاء ماشي الدار البيضاء في شي مدينه اخرى. هضرت على المطرح العمومي تاع الدار البيضاء، ما تشوفش بان هذا المجلس على الاقل يعني راه الملف كان ميت شحال هذه وكاننا يعني وكان قدر تاع الدار البيضاء ان نقنش مود الروائح الكريهه. دابا على الاقل يعني هذا المجلس راه في الاول ديالو في الاسابيع الاولى ديالو خاض مبادره ويعني وغلق المطرح المطرح القادم. لا استاذ بوستان، بالنسبه لهذا المشروع ديال النفايات، هذا مشروع بدا من 2005 قلت تاخرنا فيه، كان يحل في المجالس السابقه ولكن كان مشكله العقار مشكله هذا، ولكن هذا المجلس وكان يكتبوا على هذا المجلس انه حلوا حلوا بحال دخلتي لواحد الدار جيتي ودخلتي لقيتي واحد الناس بغيت تخرجهم ولا كانوا ديجا غيخرجوا وخرجوا بانه ما يتحسبش هذا المشروع ديال النفايات. اللي نحسب هذا المجلس هو شي مشروع داره هو وحلو هو. نعطيك مثلا بزاف الوعود اللي كاينه في الاحزاب اللي تدي الاغلبيه، حزب الاحرار وحزب الاثار المعاصر وحزب الاستقلال، كلهم في البرامج ديالهم كان عندهم التنميه ديال مدينه الدار البيضاء. ولكن لا، فين هي التنميه؟ من نعطيك انا التنميه، انا بغيت نقول من اليوم غنكون في واحد البيت ديالي تنقول خصنا ننميو خصنا نقتصدوا واحد الميزانيه ديالنا باش نجتهدوا في واحد نبنيو واحد المشروع. حتى الساعه ما كاينه التنميه ديال المداخل الدار البيضاء، والدليل هو بانه كانت البارح كانت واحد الندوه دايره كانت حاضره فيها العمده بانه التنميه ديال الموارد ديال الماليه ديال الدار البيضاء، مع العلم بان التنميه ديال الموارد الدار البيضاء خصنا نبداو فيها هي النهار الاول. خصنا ملي غندير المشاريع خصنا نشوف الموارد الماليه منها، ماشي نقول المشاريع ديالنا وفي الاخر نقول يلاه دابا حنا دوزنا سنه ويلاه اجتماع ديال البارح تيقلبوا على التنميه ديال الموارد. انا اللي نقول المجلس اللي يخدم هو نقول مثلا هذا العام كانت عندنا مداخيل ديال 300 مليار ولا عندنا 400 مليار، نقول هذا المجلس انا المشاكل اللي كاينه عالقه ديال الممتلكات ديال الجماعه والمداخل بقى هي وزادت هذاك مثلا نقولوا سوق الجمله نقولوا راه نما المداخل ديالو ما بقاش ذاك المساكن هادشي ما كاين حتى حاجه ما كاين هادشي هي تنميه المداخل. والدليل هو السيده العمده البارح دات واحد اللقاء في احد الفنادق اللي ما خصناش نكونوا بغينا نتنميو المداخل نبداو من دارنا بغينا ندير اجتماع نديرو في المقر ديالي. انا واش البارح كان اجتماع ديال المكتب باش يديروا حصيله ديال سنه ودات في واحد الفنادق الفخمه في الدار البيضاء على الاقل غتخسر واحد 70 ولا 100000 درهم ولا 200000 درهم. هاد 100000 درهم 200000 درهم زيد هذه التنميه هو خصني من بدا من راسي. شنو الفرق بين ندير اجتماع في المقر ديالي وندير المقر فيه الغداء وفيه هذا؟ الله يجزيك بخير، ما اش غنقول لك، ما مقتنعينش حنا كمجتمع مدني ولا كاطياف سياسيه. ما بعد تقول يعني المجلس بقى عنده فين يسير، لان دابا كاينه شركه التنميه المحليه وشركه التنميه المحليه هي التي تدبر امور مدينه الدار البيضاء، وهذا المجلس يعني غير فقط هاد شركه التنميه المحليه شكون اللي دايرها؟ درناهم حنا كمنتخبين سابقين وكمنتخبين حاليين صوتنا على شركه التنميه، وهاد شركه التنميه الرئيس ديالها المباشر
ما بقاش نقولوا حكا تيعين المدير تيعين السيد الوالي ولا تعين تيجي من الداخل، ما كاينش. الرئيس المباشر هو العمده ديال الدار البيضاء. العمده ديال الدار البيضاء خصنا تكون عندنا الجرأه اللي ما خدامه الشركه ما خداماش وما تعطيناش باننا نحبسوا هذه الشركه. حنا اللي تعطيو الفلوس لهذه الشركه، حنا اذا نحاسبوها. هذه الشركه ديال التنميه، هاد الشركة ديال التنمية كاين اختلاط في الاختصاص. تيقول لك انا المدير ما عندي سوق، انا جاي من هنا ما عينيش، ولكن راه القانون المشرع بانه اختصاص ديال المجالس المنتخبة. هاد المجالس المنتخبة اللي حطها المواطن خاصها توصل للمشاكل ديال المواطن، تحل المشاكل ديال المواطنين. واخا بالنسبة انت قلت لي صفر حصيلة صفر بالنسبة لهذا المجلس هذا، إذا رجعنا للمجالس الأخرى سيرتو المجلس اللي كنتي فيه هو اللي كان فيه ساجد. يعني حتى البيضاويين راه كانوا غضبانين على المجلس، يقولوا ما كان حتى شي حاجه، والدار البيضاء تقدروا الدار البيضاء ان ما عندهاش شي منتخب ولا رئيس جماعه اللي تيقدر يحل المشاكل ديالها ويجيب افكار جديده ويجيب. انا لا ادافع على الفتره ديال السي سجيد، كنت في المعارضه ولكن كانت الدليل وهذه المشاريع كلها دابا اللي كاينه في الدار البيضاء كلها في العهد ديال المجلس ديال السي سجيد. المشاريع تدخل في كلها اطار مخطط تنميه، ولكن راه حنا اللي دابا حتى دابا غدا ان شاء الله غتحل الحديقه ديال العين السبع. هذا المشروع ديال من واش المشروع ذاته هذه الولايه هذه، هذا دار في 2013 وكان سهر عليه سيدنا مشاريع كبرى، منهم الترامواي، منهم هاد الباساواي، منهم هاد الحديقه ديال العموميه، منهم المسرح ديال المسرح الكبير، منهم كاين مشاريع كبرى. حنا غنجيو غدا ونقولوا حق راه جينا حنا راح ندير هذا المشروع، اعطيني انت كافكار. حيت الدور ديال المنتخب راه ماشي هو يمشي يجيب لابيلان سلامات لك شي واحد ولا يعطيك معاونه اعانه رمضانيه فيها 150 درهم هو المنتخب. المنتخب هو يجي افكار ديال التلميذ المنطقه، ويجي افكار اللي خصنا ننميو المشاكل ديال الدار البيضاء بما فيهم التشغيل، بما فيهم الصحه، بما فيهم التعليم، بما فيهم راه الكارثه. دابا عندنا حنا في الدخول المدرسي ولا منتخب شي مسؤول مشى للاكاديميه ودار اجتماع مع الاكاديميه ودار اجتماع مع المديرين ديال الاقليميين، تيجيبوهم الدورات يدير لهم عرض تيقول لهم واش عندنا شحال قسم. انا نقول لك عندنا حنا بنمسك واصل 54 تلميذ في القسم. هذا معناه ولكن هذا ماشي مهمه تاع المجالس المنتخبه. لا مهمه تاع الوزاره التعليم. الله يجازيكم. واش تيدير مثلا العمده اش تيدير في الاستقرار؟ احنا الدور ديالنا شريك في جميع القطاعات. شريك في التعليم، شريك في الصحه، شريك في التشغيل. احنا شنو الدور؟ احنا تنمثلوا المواطنين. واش هذا المواطن اللي يمشي للقسم ما يلقاش حنا باش انا نمشي لمدرسة مولاي حسن ولا مدرسة بدر ولا نمشي مثلا كاين المنطقة اللي فيها انا وتيكون فيها مثلا 54، عندي الدور كرئيس جماعة ولا كرئيس مجلس مدينة الدار البيضاء ندخل ندير اقسام نموذجية صغار ونفك المشكل. عندنا الدور ديالنا، ما كاينش شي قانون تيمنعك باش تدخل بانه باش. والدليل هو في المجالس التدبير، راه المشرع دار المنتخب عضو في مجالس التدبير. هو واش انا ملي غنجي مدرسة عندي فيها طاج واحد وجيت بغي ندير شراكة مع هذوك وبغي ندير فيها طاج اخر ونوصل، ما يمنعك حتى واحد. مثلا غنجي مثلا الصحة وغنجي نعطيهم مثلا عندهم خصاص في قطاع، نجي نعطيهم واحد 4 ولا 5 الموظفين ونحيد داك الممرض اللي خدم في الاداره ونقول يخدم خدمتك انت، ونجي ونعطيه واحد الاداره ما يمنعني حتى واحد. باش انا كسائق ديال الامبيلونس يكون ممرض ونجي انا عندي موظفين فائض ديال الجماعه ونجي نعطيه واحد السائق، راه ماشي ما يمنعكش. هذا الشيء كان بكري، كانوا المنتخبين تيدخلوا في قطاع الامن. دابا كاين الموظفين الجماعيين القدام، كاينين في المحاكم، كاينين في الامن، تيسوقوا ديال هذاك باش. لا كان انا ديما شريك، انا شريك. علاش شريك؟ نجي نشوف الميزانيات ديال الدار البيضاء، نجي نشوف ميزانيه ديال التعليم، نجي نشوف ميزانيه ديال السير، ونجي نشوف ديال الامن. نلقى اغلى ميزانيه هي ديال الجماعات، 350 مليار، ماشي سهله. 300 مليار نكون داخل شريك. علاش حنا مثلا تكون انتخابات كبير فيها تيقول لك تمشي للنظافه تمشي احنا مازال هذا المجلس محظوظ. هذا المجلس احنا كانت عندنا 27000 موظف، راه هبطت دابا 10000 ولا 11000 موظف. اذا الثلثي ديال الميزانيه ديال الموظفين راه مشات. اذا الحمد لله راه حنا محظوظين. قضيه النظافه، انا مثلا النظافه ديال الدار البيضاء شنو واش تزاد الكثافه السكانيه في الدار البيضاء؟ بالعكس، الناس مشاو الناس المشكل ما داروش هذا المجلس، داروا مجلس الاخر اللي دار. ايوا حنا معناتها واش حنا بالنسبه للنظافه 90 مليار ولا 90 مليار بزاف. كنا تنسيروا النظافه ب 40 مليار 50 مليار. وثانيا الدار البيضاء، الساكنين ديال الدار البيضاء مثلا نهضر لك على منطقه ديال بمسيك،
حنا نقصت منا 33000 من الثمن ساكن الدار بيضاء تخوى كاين ولا الضواحي ولا الناس اللي تمشيو بوسكوره ولا الناس اذا نقصت الكثافه السكانيه. واخا دابا المجلس خص في هذه السنه ديالو يعني يدير برنامج عمل. بالنسبه لك شنو الاولويه اللي خصها تكون في هذا البرنامج؟ خص بيتو استراتيجي بعد يحلوا مشكل الدار البيضاء. انا لا يعقل مثلا الترامواي خدام سبعته وخدام في ضرب عمر وخدام كمل لي مثلا واحد الاسبا ديال ضرب عمر نساليها ماشي باش نحل الترامواي نحل الطريق بعدا. انا واحد تيحفر هنا وتيقول له اخوتي يقول كنسيت فاس في سباته خاصني نرجع ليه حتى لهذا ما ماشي معقول. ضابط ما عندي استراتيجيه انت كمسؤوله كعمده تبركي مع الناس ديال الشركات وتبركي مع الناس ديال الامن وتبركي مع الناس وتحلوا المشاكل. راه الناس راه انا دابا وصلت عندك واخا البرنامج عمل ربما هي تقول لك بان المشروع انطلق يعني قبل ما نبداو حنا الخط الثالث مع الخط الرابع انطلق قبل من التجربه هذه. برنامج عمل تاع الدار البيضاء الان تيتم الاعداد ديالو بالنسبه لك شنو الاولويه اللي خصها؟ حنا غادي نجاوبك على هذه القضيه انطلق واخا انطلق. انا انطلق جيت هنا لقيت هذا الاستوديو اجي عطوك غدا حتى هو المدير ديال الاستوديو تبدل هذه الاضاءه من هنا هذه باش تسلك هنا حتى راه مسؤوله راه ماشي مسؤوليه حنا خاص تكون عندك البصمه ديالك. ما كاينش البصمه ما كايناش. قريت الاولويات ديال الدار البيضاء. اولويات الاولويات هو خاص التنميه ديال الدار البيضاء خاص تكون السلطه المحليه والسلطه المنتخبه غاديين في اتجاه واحد. هادشي اللي كان بكري كان مثلا تيكون شي مشروع السيد العام ديال المنطقه ديال هذه المنطقه تيمثلها بمسيك ولا سبعته ولا علاق تيعيط للمنتخبين تيقول لهم ها المشاريع فين غادا ها المنتخب ديال الجهه سيدافع عليا هذا المشروع ها المنتخب ديال المجلس العملي دابا لا المنتخب ديال مجلس المدينه غادا. كان واحد الشراكه دابا مابقاش وقت الفتور ولا السلطه غادا بواحد السرعه والمنتخب غادي بواحد السرعه وهادو تيشرقوا وهادو تيغرقوا وهادو تيقولوا بان حنا ها الاختصاص ديالنا بغينا ضاربين على الاختصاصات. كان واحد الوقت كان المنتخب والمقدم بحال المنتخب والعامل بحال كان المنتخب والقيد بحال كانوا القيد والمنتخب لما تشوفوش في الصباح ويقولوا المشاكل كان المنتخب يعيط على. دابا حنا ولينا منتخبين ديال كل واحد اللوبي اكثريه. دابا نعطيك المنتخبين اكثريه ديال المنتخبين اللي ناجحين ولا رؤساء المقاطعات اللي كاينين دابا ثلثي فيهم واكثر من ثلثي ما ساكنينش في مناطق التقدير ديالهم تيجيو سيتو من ولاد النظام ديال اللائحه تيجي تيدير واحد الثاني الثالث عنده شعبيه هذا مولديطاي هذا مول هذا اللي نقافه تينجح هو وتيخليك مولديطاي ونقافه مقابلين واحد قدام باب المقاطعه اش خاصك وواحد لا ما تبغى يجيب لي لابيلانس وفي رمضان نقول لهم انا غنتهلا فيكم يجيب لي مخانش من الميزانيه ديال المقاطعه. انا درت واحد القراءه بحكم بان المقاطعات كلهم دوزوا الميزانيه ما كلشي الزفت والدقيق. حنا واش خصنا الزفت والدقيق؟ حنا الزفت حنا العقليه خصنا فين هو التكوين فين هو التكوين فين هو المصاحبه والمتابعه ديال هذا فين هو هذا اللي جاي يضبك في قهوه على الاقل على خمسه دقائق تيدوزوا عندك خمسه سته ديال الامراض العقليه امراض نفسيه تيدوزوا خمسه سته واحد مخرقبين سير دابا في المدارس دابا هذه المقاربه التشاركيه خاص المنتخب الصباح الدخول الراسي خاص يكون حاضر خاص المشكل ديال السبيطار يكون حاضر. باقي تنقول علاش هذا المنتخب والاحزاب ما تيديروا المناشط وقت الانتخابات اولويتنا الصحه والتعليم والتشغيل تيقولوا كل شيء وحنا ما تنجيو نخدموا ما تنحيدوا حقا ماشي الاختصاص ديالنا نمشيو نبقاو نقابلوا الشجر ونقابلوا الحجر. شي عزيز شكرا جزيلا على قبول الدعوه متتبعي قناه الفاس بريس الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.